إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هيلا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. هب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا وعلى أهلينا وأولادنا وعلى أهلينا وأولادنا ومن بعدنا برحمتك. ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين أبينا آدم وهوى وبين نبيك وحبيبك الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى. يا الله يا تهان كمك kami pohon kehadiratmu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Kau ampunlah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah wahai Tuhan kami, rahmatilah diri kami, keluarga kami ya Allah. Berkatilah hidup kami, umur kami ya Allah. Ya Allah wahai Tuhan kami, ya Rabbul Rahman, berkah ini ya Allah. Kami meraihkan perkahwinan pengantin yang kami raihkan pada petang ini ya Allah. Ya Allah rahmatilah mereka, berkatilah mereka ya Allah. Tanamkan di hati mereka kasih sayang yang berkekalan sehingga akhir hayat mereka ya Allah seperti mana yang kekurniakan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa dan sebagaimana yang kekurniakan kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Khadijah. Ya Allah wahai Tuhan kami ya Allah, kurniakanlah kepada kedua mempelai ini ya Allah kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cabaran dan dugaan sebagaimana yang kurniakan kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Khadijah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kurniakanlah kepada mereka keberkatan dalam kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kurniakanlah mereka anak-anak yang saleh-salehah yang sentiasa mentaati ibu dan ayahnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لكما.
وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.